رحت ليه؟ السقف. لا موجود عندنا برضه، برضه نكتب مش الشيلة على العادية. هو كويس بتاع الحديد بس بيتحط ازاي؟ يعني هقول لك البلاطة اللي هي الفلات سلاب الحديد بتحطه عليه ازاي؟ اهي يعني. هي دي اللوحة اللي هنستخدمها صح كده؟ أول حاجة أنا أحط التسليح بتاع الفلات سلاب، أروح جايب كده الـ reinforcement، مفيش reinforcement. نعم مالناش لير. نعمل لير reinforcement. سايبها الإسلام وإسلام ما جاش أعمل له إيه؟ اطلع منها بقى. يا جماعة إحنا على الهوا، على الهوا يا جماعة. هم عايزين يسيبوا ذكريات بس. ذكريات طيبة إن شاء الله. هون نيو لير reinforcement، وده اللون الهون اي لون بقى، وده 31 ايه ايضا هنا فين هي ما خدتش ولا ايه؟ وانا دوست على ايه؟ اوكي ايوه كده أبلغ. اصعب. وراح اعمل ايه؟ سيركل كده مثلا معقوله يعني كده خلاص، وراح اعمل هاتش جواه. الهاتش اللي انا بعمله هو ده، وراح مديله الزاويه بتاعته 45، بختاره هو هنا، ابص كده عليه. لا السكيل بتاعه كبير صغير شوية، خليه واحد وربع بس كده معقول خلاص. هي الفكرة كلها ان الهاتش المتداخل ده بيبقى على زاوية 45 ماشي، فهو كده كده على 45، فانا رحت مديله 45 كمان فبقى على زاوية 90 فبقى اوف كوراس خلاص. وابدا اروح جايب واحدة من دول كده احطها هنا وابدا اكتب عليها، دبل كليك عليها واكتب يا عم شبكة علوية وسفلية. صح كده؟ طبعا السايز بتاعها كبير، اروح اعلم عليها واقول له مودفاي روبرتس لودر بوينت 4 خليها بوينت مين. خلاص خلاص كوبي كوبي بيعملها كام يا عم؟ 7 في 10 6 في 12 انتوا عايزين 6 في 12 6 بيرسنت بيرسنت 2 3 2 12 على اللي هي دي متر. مش مظبوطة قوي، اروح اقول له هنعمل ايه؟ اعلم عليها واقول له modify properties. هلاقي هنا انا عايز اسيب مسافة ما بين الفاي وال 12، ادي ال 12 وادي الفاي صح؟ اروح واقف هنا واعمل مسافه واروح داس انتر كده. في حاجه تاني؟ ماشي معقوله كده موف خلاص. كنت ممكن اقلل المسافه هنا ماشي، فيها برضو ما بين السته والفاي فيرتز، ادي السته وادي الفاي، اروح واقف هنا كده حلوه كده خلاص. يبقى دي فلات ستاب. ناقصه حاجه واحده كمان، ان انا اروح اعمل ايه؟ سيركل كده كمان هنا لاين بالظبط، اروح لها في الدايره خلاص كده مش عايزها، واخلي الايه ماتش كده كوبي كام 20 سنتي او ماشي. افرض يا باشمهندس اللي فيه هنا حديد اضافي نفس الشكل ده حابب دول كده. لا لا مش كويس، حديد اضافي هنا فوق العمود، حديد اضافي يتحط في الاتجاه دوت اللي جاي لي من ام 1 1 صح كده؟ هقول مثلا ان الطول بتاعي كذا، اللي انا جبته مثلا السيخ اللي هتحط هنا هتحط 3 متر خلاص كده؟ طيب الحديد اللي يتحط فوق العمود بيبقى المومنت اللي عنده نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف، يبقى الحديد هيبقى ايه؟ فوق، يبقى معنى ذلك التجليشه بتاعتي تتعمل كده بايدي كده اهو واروح اعملها، وهنا نفس الشيء صح كده؟ واروح جايب له موف
كده بس هو هيخرج بره الايه خلاص، واروح كاتب عليه ايه كوبي بدل 6 بقى هيبقى كام؟ 3 نص العدد صح كده؟ بدل 6 دي يبقى 3 خلاص، واروح مكمل بقى اقول له اضافي. لا مش لازم اكتب علو، عارف ليه؟ لان معنى التجنيشه دي ان هو علو خلاص. 3 في 12 ناقص ان انا اكتب حاجه كمان اللام اللي هو الطول. دبل كليك عليه كده واروح كاتب لام تساوي 3 متر خلاص. يمكن المسافات اللي انا بسيبها دي لان متعود، انا عارف ان انا لو ما سبتش مسافه هلاقي الخطوط داخله في بعضها، فبسيب مسافات بقى دي من كتر التعود. ماشي، طبعا هي برده لسه مش مظبوطه، اروح داخل على موديفاي بروبرتيز اهي الجي بتساوي 3، لا اسيب هنا كده ايه مسافه، واللام في مسافات كتير انتر كده اه كده بقت مظبوطه صح كده. اروح جايبها هنا اهو كده احطها هنا صح. واروح جايب بقى دايمنشن مودفاي اس دايمنشن لينير، واقول مثلا ان ده هيتحرك منين لفين، من هنا لغايه هنا هو تقريبا 2 متر، فاروح مع ايه مظبطها على انها تكون 2 متر، واروح محرك ده لفوق كده بوينت 2 بقت 2 متر صح. الدايمنشن او الكتابه بتاعت الدايمنشن دخلت في دي، اروح ساحب الكتابه لبره كده شويه خلاص. ممكن اروح مع دي استنى بروبرتيز هشيل المسافات دي كده واروح اعمل لها موف اه، واروح اعمل ايه عشان اقول ان الدايمنشن دي للحديد ده، اروح جايب من قائمه درو كده دو نوت صفر اه ده كده حديد اضافي في الاتجاه ده. ده جبته منين؟ من الساب ام 1 1 عشان جالي حديد الاضافي في اتجاه اكس خلاص. واروح اعمل كوبل دي كده ما انساش اي حاجه خلاص، اعمل لها كوبي بره بس، بعدين اروح اعمل لها روتيت 90 درجة علشان اروح شايلها كده موف وراح حاططها. طبعا هتلاقي العملية دخلت في بعضها تبقى مشكلة، فايه اللي يحصل؟ اروح بقى محرك دول كده خليهم الناحية دي، اهون ان هما يخبطوا في الدايمنشن احسن ما يدخلوا في بعض او كده خلاص. وده كده احاول برضو ان انا اجيبهم في ناحية خلاص، بس طبعا الدايمنشن دي مش هتبقى 2 متر بقى، لا المفروض توصل لغايه الاخر بس. ممكن اروح مديتها كده بوينت 1 عشان تبقى 3 وربع بس، ما تبقاش كده كاس يعني، تبقى حاجه معقوله كده خلاص. يبقى هو ده الحديد الاضافي اللي اتحط في النت خلاص كده. طبعا دي كلها اوامر، هل انا قلت اوامر جديده؟ ده روتيت وموف وكوبي ومش عارف ايه، بس ازاي بقى تبدا تتعامل ماشي. طيب يبقى احنا كده خلصنا الفلات سلام بتاعتنا، نبدا نحط السوليد سلام. تعالى ناخد الباكيه دي، سوليد سلام هيتحط فيها الحديد ازاي؟ اهو يا عم كده كده، وده الاتجاه القصير فعشان يبقى هو ده الاتجاه الايه؟ كوبي كده اهو، واروح اعمل له واحده صح؟ عايز احط له الحديد بتاعه، اروح رايح لهنا كوبي واروح حاطه هنا اهو خلاص كده. الحديد ده اروح معدل فيه الفاي دايمنشن، اخليه بدل 6 اخلي 6 فاي 10 خلاص كده بس ماشي. وما انساش ان انا اجيب برضه التخانه دي كده كوبي 12 ماشي، مفيش مشاكل باي طريقه بقى انت عايزها. دي بقى ديتيلز خاصه باللوحه ترجع ليك انت كمهندس، عايز تحطها مش عايز انت حر. اروح حاططها هنا واعمل لها ايه؟ روتيت بزاويه 90 واروح اعمل لها موف. شوفوا يا جماعه الكيبورد انا ما بستخدمش لا ده ولا القوايم من الكيبورد على طول، ليه؟ لانها اوامر بسيطه، موف كوبي سي او تريم هاتش
حاجات بسيطة جدا بستخدم فيها الايه الكيبورد، بتبقى اسرع. خلاص كده بالظبط كده. وايديك شوف ايديك، يعني الناس اللي هي بتكتب وورد، في ناس كده بتبص لهم في الوورد باصين في الشاشه وشغالين، دول بقى من كتر التعود ايديهم كده عارفه مكان الزرار فين. شوف انا لما بجيب الامر بص موف، والاقي صبع التاني اوتوماتيك بيروح عامل انتر على طول، يعني مش بقى بدوس موف بعد كده انتر، لا ده على طول كده موف انتر كده. ماشي، اللي انا عملته هنا اروح اعمل له كوبي كده. كل باك يا حتى تخلي بالك جت، وخليها موف كده وراح حاططها تحت كده، وراح حاططها ايه اشيل كده دي كده واحطها هنا. صح، طبعا بقى بيبقى في حاجات كده كبيره. خلاص استريتش يا عم، يلا بلا استريتش الحته دي بس كده، اشغل اف 8 بس. صح كده، ودي برضه عملناها استريتش ولا حاجه، هنا متظبطه هنا متظبطه تمام تمام كده اهو زي الفل. دي فلات سلاب كوبي من دي يعني. اه والله لو الحديد هو الحديد خلاص، لو مش الحديد هو الحديد نغير في الايه في الفار. ماشي شويه، وخد انت بتاع الاضافه برضه على العمود. ماشي، لو في اضافه على العمود ده اروح واخد من هنا حاطط هنا على طول، بغير بس في الطول من العرض كده يعني. ماشي، وطبعا الكاميرات دي، طب الكاميرات دي اعمل فيها ايه؟ برضه نفس الشيء بالظبط، يعني البلاطات، بقيه البلاطات. بص لو انا عايز بقى اعمل بلاطات الصغيره دي، دي بلاطات صغيره، اعمل ايه هنا؟ اروح اعمل بص موف ده كده واحركه شويه، وده كده واحركه لتحت شويه، وبعدين اروح اعمل استرتشات. وبعد كده كوبي عشان اخده للايه؟ للباقي بقى الصغيره دي. طبعا اه الباقة الصغيرة دي هنقول الفواتير بتتعمل شكلها بيبقى عامل ازاي. صح، الباقة الصغيرة دي، دي باقة برضه المفروض تتحط فيها، وبعد كده ارجع اظبطهم تاني مفيش مشاكل يعني. يعني دي متظبطة. طب دي ناقصة حاجة؟ اه عايز انا شوية استريتشات بس، ادي استريتش اهو، استريتش من هنا. تاخد بالك ان انت ما تلقطش بالويندو اللي انت بتعمله ده نهايه اي خط تاني، لانك لو لقطته بص شوف انت لو لقطت ده كده يا نهار ابيض العمود هيطلع معايا. صح، فلما اجيبها يتسترتش كده القط بس الايه اطراف معينه اللي انا عايز اعمل لها استرتش بس كده. واروح اعمل موف. صح كده، شوية استريتشات من تحت دول، وأروح أقفل الكاميرا دي. طبعا الكاميرا دي هنا مش مستاهلة حيطة، ليه؟ لأن دي غرفة خلق ملابس وده الحمام بتاعها، فتلاقي ستارة ولا أي حاجة يعني بسيطة مش حيطة يعني، وحتى لو حيطة تلاقيها عبيطة. خلاص؟ أه خلاص مش ملابس ماشي؟ فأروح أعمل إيه؟ هروح أعمل هنا فواتير، أنا كنت سايب دول عشان أحدد مكان الفواتير بس. فدلوقتي ما عادش لها إيه؟ لازم. بس كده الفواتير بقى تتحط ازاي؟ هخلي دي موف بس كده قدام شويه، اروح جايب امر لاين تروح كاتب عليها 2512 فواتير الو صفر. خلاص كده بس ماشي. وهنا نفس الشيء بالظبط. طب بالنسبه للبتاع دي ممكن انا لو عايز اعملها مانيوال كده، ادي لاين وادي لاين تاني بس. طبعا ده الحديد الرئيسي اللي هيبقى الفرش بتاعي. هو سؤال دلوقتي، هل السقف كله بيبقى نفس الفرش ولا كل باكيه ممكن الفرش والغطا غير التانيه؟ لا ممكن اغير. صح؟ ان شاء الله افضل انا اللي بشدد بس بيختلف. يعني مثلا طرقه ساعات بتبقى فرشه دي كده اصلا على ايمن هتتغطى وتفرش لوحدها ليه؟ اه وبعدين فرش الغطا ممكن بتاعها يبقى صغير. ماشي، دي بقى هيبقى ايه؟ 5 و5 دي كده هتبقى 5 5 ودي كده اه
دي كده اطبخها بسهل. يعني بص مش لازم ان انا اقفل الشاشه وارجع اعلم على حاجه تانية عشان افتح الشاشه، لا اروح اعمل سكيب كده ها عشان الغي الايه الاختيار واروح مختار دي البروبرتيز بتاعتها تظهر على طول. يعني ممكن اخلي الشاشه دي ظاهره معايا على طول كده على جنب وانا شغال، فاهمني؟ إيه طبعا دي 5 باي 10، احاول بقى ايه اصغرها مش عارف اعملها كده يعني موديفاي الهايت بتاعي بدل 0.2 0.1، طبعا طبعا هتبقى صغيره يعني خلاص. الحديد بعد السلم بيتحط ازاي؟ بص اول حاجه هشيل الخطوط اللي هي الايه الداش السوليد، انا بسيب الداش بس الايه، انا هشيل الداش اسف هشيل السوليد واسيب الداش ماشي. بلاش ممكن اعملها تلم دي عادي خلاص، دي ممكن اعملها تلم صح كده؟ بس ما انساش حاجه ان ده معماري، الشكل ده لسه معماري، انا حدود السلم بتاعتي فين؟ هي دي مش ده، لان ده حيطه، فالحيطه هتتحط على الهواء لا هتتحط على السلم، فايه اللي هيحصل بقى؟ اروح اعمل كده اهو ستريتش ستريتش اكستند اللي انت عايزينه صح كده؟ وهنا نفس الشيء بالظبط ستريتش، بلاش من هنا اخليها يا دوب كده اهو، شوف عشان ما نقطش الخط التاني ده واروح مدخله صح كده. طبعا ده باص اتعلمت على ده باص، اروح اعمل اندو، ممكن بقى لو ما قدرتش خالص بقى والعمليه بايظه اروح اعمل اكستند، اروح مدي ده لفوق شويه كده واروح اعمل اكستند صح كده. نفس الشيء هنا ممكن اعمل له ستريتش، ممكن يجي ستريتش خلاص. يبقى هي دي حدود الايه الارض بتاعتها، اشيل الخط ده كده واظبط. والله بقى انا عايز مين انهي درجه اللي تدخل، هي دي الدرجه اللي تتعمل ماشي. وهنا نفس الشيء بالظبط كده، وانا خدي عليها خلاص. وهنا نفس الشيء اروح شايل ده كده، لا المفروض لا ده اللي تشيل عشان دي حدود الايه السقف بتاعها برضه، ولو ده كده اروح برضه كده صح كده. اروح بقى اعمل الايه الدايمنشن بقى التسليح بتاعي، اروح حاطط حديد كده وحديد تاني كده وحديد تالت كده، واروح اعمل ايه اوفست في كل واحد 0.15، اللي ده حديد رئيسي اللي انا رسمه. والله هروح اعمل بستريتش بس شويه كده اكبره شويه خلاص. طبعا الحديد اللي هنا حديد ما يعني ثانوي ملوش لازمه، عشان كده بعمله خط واحد بعمله خط واحد خلاص، لان الحديد اللي الرئيسي بيتحط في الاتجاه ده خلاص، واروح كاتب عليه بقى ايه الحديد اللي انا عايزه كوبي واروح حاطه. شوفوا يعني انا مش كل حاجه هرسمها، لا ده انا بروح اعمل حاجه كوبي بقى وبيست واجيب من حته واحط حته كده عشان اخلق ايه وانجز على طول ماشي. طبعا دي هروح معدل عليها موديفاي فيرتز واخليها كام بدل 5، انا بصراحه يعني بحطها 7 في 12 طبعا الحاجات دي طبعا ستاندرد يعني انت ممكن بعد كده انت ممكن بعد كده ما تصممش حاجه ولا تستخدم سيف، انت ممكن بعد كده بالخبره ما بنصمم حاجه كتير هتلاقينا بنصمم هي القطعه بتاعتها، هي القطعه بتاعتها 25 60 هي القطعه بتاعتها لا انا في رايي والله اخر لوحه بتاع الكوبري امبارح مش لا والله الله تصوير رايي كان مكلف، كانوا سموه سين بالبيم وإسكندرية المرة دي كانوا يعرفوه.
دخل مصمم كونتين وصبي عشان ندل في الحديد شوي الحديد كمان ده يقول لي اجي انتوا وفروا في الكوبري الاسلام هيمسكوه. اوفر حاجات خايفه ماشي. وما انساش بقى ان انا راح ايه محدد له التخانه بتاعته كام او بيه التخانه بتاعته اروح حاططها مثلا ايه نحو كده هو مش غالبا هو على طول ماشي مصمم. يبقى ده تسليح السلم دي البلاطات دي البلاطات لسه الكاميرات كاميرات ليس اكثر ولا اقل اللي انت بتعمل الجدول تعلم على لا قطع ايه لا مش حد يعمل والله على حسب ال ال الكاميرا وطريقه اه يعني بص جدول تسليح ماشي لو في كاميرا مايله او بنقول او اي حاجه بتعمل له قطع لازم تعمل له قطع كيف واحد او بلاش مسافه اه يعني كف واحد لا مش على طول كده كلها والله السايز بتاعها كبير شويه تقللوه مش مشاكل كف واحد وبعد كده تبقى بقى كف اتنين كف تلاته وتبدا توزعهم على الكاميرات بس الكاميرات اللي بتبقى مايله دي لما تيجي ما تحطهاش كده اعمل لها روتيت عشان تنام هي كده بالظبط كده بالظبط ماشي. وبعد ما تعمل الكاميرات بتاعتك كف واحد وكف اتنين تعمل لها الجدول بتاعها زي ايه؟ زي ما هنشوف كده. ده مكان في جدول عاملنا في ايه؟ ده مكان في جدول عاملنا. زي ما جبنا لوحة السلاب. دي لوحة السلاب دي خلينا دي. دي فيها فلات سلاب وصل. على فكرة ده الإنشائي بتاع البلان اللي احنا اتعلمناه على السلاب. ده الإنشائي بتاعه. بس مكسر خالص دايما. الكود الجديد بقى قال لك ما عادش فيه تكسيح. اهو يا عم ادي السلم. ماشي؟ دي كف بقى كف واحد كف اربعه كف مش عارف ايه كف سته. خليها حته نوع. في هنا حته دي حمام فبتعمل تقشير كده ان هو يتسقط يعني. هيبقى صادر التقشير ده تروح مع ايه؟ قول العمود ده اهو ضربه مش طايق ولا ايه؟ هون اعمل اللي بتاع المسقط ده ضربه يبقى كده. ضربه يبقى كده. عشان الشداد او بتاع ده. أنا كنت عايز بس عشان أفتح حاجة هنا صغيرة للعمارة السلم ما في فانوس أهوت وفوق بيتعمل شخشيخة بيبقى أصلا الفانوس دي ما بقاش بعد كده ملوش لازمة. بتقفل العلبة دي والله العظيم الراجل عايز ينور الراجل عايز ينور يا راجل ماشي ماشي حاضر يا ابني أنت بتكلم مهندس ولا صنايعي يا ابني خلاص يا عم الراجل عايز ينور وده الفلات سلاب وده العمود الدائري أهو شغل خالك يا عم خلاص فمظبطينه يعني تمام يعني ما بروح حاطط ايه على شويه دايمنشن كده بس بسيطه على اللوحه عشان احدد مثلا ان ده منور يبدا يحط الكاميرا بتاعته دي فين فاهمني لان انا مش مرتبطه بعمود فبقى احط له دايمنشن كده عشان اقول له بقى بعد قيس كده من الكاميرا دي متر 64 وحط لي الكاميرا بتاعتي دي انما بقيه الكاميرات بقى يعني مش مستاهله يعني فاهمني وبعد كده بروح ايه دي شويه قطعات بقى ببدا اعملها يعني بس عملت له قطع في الدروب اللي هيحصل الدروب اللي هنا ماشي اهو ده قطع اهو بين الفلات سلاب والدروب اللي هيحصل في قطع تاني في البلكونه بتاعتي هتبقى عامله بالمنظر ده طلع منها ترابزين ترابزين عشان اعمل شويه حاجات كده وشويه حلل ماشي ده قطع في السلم بيتعمل خلاص ده قطع في الكاميرات لو انت عايز تعمله ده مش غير ما مطلوب لعلمك ان حداد عارف اكتر منك يعني الموضوع ده كده قلت على السلم كده ايه قطع الحديد العلوي طبعا ده زياده اشوفه بس يا عم ماشي يا باشا اتفضل اتفضل يا عم زياده شويه صح لا 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 دي بقى ايه الملاحظات اللي انت عارفها برضو. وده الجدول اهو هتكتب بقى نموذج كف واحد قطع كذا في كذا تسليح سفلي عدل ومكسع التسليح العلوي والكلام طبعا الجدول ده ايه ايه وبي وسي ايه ده اللي هو احنا انجليزي لو عايز تكتبها انجليزي يبقى موديل دايمنشن بوتوم ريانفورسمنت عدل يعني ستريت مكسح يعني بنت التسليح العلوي توب ريانفورسمنت الكلاب ستيرابس ملاحظات نوتس ماشي لا الملاحظات في هنا بقى ايه الكاميرا اللي هي كاف 2 دي كاف 2 فيها كانت مغلقه و2 فيها 12 برندات ليه بقى كاف 2 دي فين؟ صوتها كبير ولا ايه؟ طب ولا برندات بتضرب فين كاف 2 هو في كاف 2
هي لا بتاعهم كابولي لا لا كيف 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 عادي. ده 12:30 كاميرات، 12:30 كاف، اتنين 12 ونص 12:30 كاف، اتنين كاف، اتنين وش الطائفة دي اللي كان فيها ده بتاع المطبخ والحمام؟ كاف ستة، كاف ستة، كاف واحد، كاف واحد، ولا كاف اتنين دي تقريبا مش موجودة هنا. كاف تلاتة، بص هي كاف أربعة اللي أنا حاطط فيها كلات مغلقة، اتنين فايت 12 براندات ماشي، ماشي دي ماشي ليه؟ اللي هي دي كاف أربعة اللي هي محاطة بالإيه، محيطة بال تعمل بالفلات السلام عشان بيبقى عليها ترشب زيادة. تمام، هي كاف اتنين بتلاقيها نموذج واحد بس مستخبي عشان كده مش ظاهر، أو جايز في البلان التاني، أصل البلان التاني بص راح أفتح البلان التاني، هو سوليد سلام، هو سقف الأرضي، سقف الأرضي انا الحته دي كده عملت عمودين هنا بس في الدور الارضي واختفوا بعد كيف كده، اتنين بعد قدامك كده اهو. ماشي اهي كاف اتنين هي دي اللي انا عشان كده خدت كوبي وبست بس اللي بتاع من غير ما خلاص، ده ما فيهوش سوليد سلاب كله في ايه، ما فيهوش فلات سلاب كله سوليد سلاب. اللي هو الدور بتاع اه ماشي، البلكونات.